الزمالك وملف الزمالك وجزئيه توجيه شكر واقاله اوسوريو. انا معايا على التليفون كابتن محمد حبشي وكيل اوسوريو. كابتن محمد اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. كيف استقبل الرجل هذا القرار؟ يعني مش استقبله كده كده ابراهيم، يعني في الكوره اي مدير فني لما بيوقع عقد بيبقى يعني مستني اليوم اللي هيخرج فيه منه بايا كان الشكل، ف دي في الكوره عادي ومتوقع في اي وقت. يعني هل كان القصد من السؤال، هل هو كان متوقع؟ كان متوقع ان هو يتم اقالته؟ يعني هو كان عارف ان مجلس الاداره هيخرج منها من هذا الاجتماع باقالته، ولا كان متوقع حاجه ثانيه؟ قول لي بصراحه. لا هو يعني كان كل الاختيارات بالنسبه لي مفتوحه طبعا، خصوصا هو عارف الاجواء والوضع اللي حواليه، فكان متوقع اي حاجه يعني، كانت كل الحلول مفتوحه بالنسبه له. مين اللي اختاره، حضرتك ولا مجلس الاداره؟ هو بعد الماتش اللي فات يعني كان في تواصل ان ممكن يبقى فيه قرار، لكن النهارده ما فيش حد تواصل معانا في حاجه خالص. بعد المباراه مباشره حصل تواصل مع 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 الاوسوريو نفسه ولا معايا؟ اتقال لك انه في احتماليه كبيره ان الراجل يمشي، ولا اتقال لك احنا هنمشي الراجل؟ لا يعني في اتجاه ممكن يبقى من ضمن الاختيارات ان الراجل يكون مش موجود. فطبعا نقلت ده انت للراجل؟ نقلت طبعا لكن النهارده كان موجود في التدريب بشكل طبيعي، لكن محدش يعني بلغنا بحاجه النهارده يعني. طيب هو من وجهه نظره عنده اسباب اتكلم معاك فيها شرحها لك، هو ليه التيم حصل كده، ليه الماتشين اللي ورا بعض حصل الاحوال الهزه الكبيره وخسرتين ورا بعض امبي وزد؟ ما دخلناش في تفاصيل كتير في كلام بامانه في الفتره الاخيره يعني، لكن عمل نتكلم على الوضع الحالي اللي موجود ومشتغل على اساسه يعني. برضو انت لحد دلوقتي ما نقلتليش الانطباع بتاعه اللي الناس عايزه تعرفها، هل زعلان عادي مش فارق معاه، لا كان مستني ان هو يكمل يعمل أكيد حاجه يعني؟ اكيد يعني الراجل كان موجود في نادي الزمالك عشان يعمل حاجه، ويعني كان ماشي طريق وطريق كان صعب من بدايته، واحنا كنا عارفين ان هو صعب والناس اللي حوالينا كانت عارفه ان هو صعب لظروف كتير جدا ولاوضاع كتير جدا، فاكيد هو كان منتظر ان تيجي الفتره اللي الامور تبقى احسن فيشتغل فيها باريحيه اكتر، لكن هي الظروف مشيت بالشكل ده، فاكيد ما فيش مدرب بيبقى مبسوط ان الهدف اللي هو موجود عشانه في المكان ما اتحققش يعني، طبيعي اكيد مش مبسوط يعني. طيب الجزئيه الثانيه، هل تم الاتفاق على المسائل المادية، تسوية كل أمور الرجل المادية؟ هل الرجل له مستحقات أصلاً ولا لأ؟ هو طبعاً الرجل ليه مستحقات وليه شرط جزائي، وأعتقد بقى في الأيام الجاية هيبقى فيه جلسة ما بيننا وبين نادي المسؤولين في نادي الزمالك لترتيب الأمور يعني. شرط الجزائي 3 شهور ولا 6 شهور؟ ولا رقم مقطوع؟ شهرين. شهرين. لا شهرين. طيب هو له مستحقات قد إيه؟ 3 شهور؟ مستحق متأخر 3 شهور يبقى 5 شهور كده، مظبوط؟ مظبوط. طيب الجزئيه دي نادي الزمالك قال لكم هنقعد ونتكلم فيها، ولا قبل ما ياخدوا القرار كانوا مثلا مسويين معاكم حاجات ليها علاقه بانه طب يتنازل عن جزء من المستحقات ونديله الشرط الجزائي؟ اصل الامور دي بتبقى تفاوضيه بحته، انت طبعا سيدي عارفين. يعني احنا لغايه الوقت اللي احنا بنتكلم فيه لا ما وصلنا، ما اتكلمناش في حاجه او وصلنا لاتفاق في حاجه، ما توصلتوش لحاجه. طيب على الجانب الاخر برضو الكل يعلم انه كابتن محمد حبشي كان هو السبب في ان جروس يخش نادي الزمالك، والراجل ده يرتبط بذكريات طيبه مع جمهور نادي الزمالك، البطوله الكونفدراليه وهي بطوله الكونفدراليه الوحيده اللي جابها نادي الزمالك، لانه الكونفدراليه دي اللي فاز بيها فريقين بس من مصر، الاهلي ثم الزمالك. هل هناك باب للتفاوض فتح مع جروس ولا لا؟ هو الفكره بس كلها ان يعني بعيد عن الزمالك، يعني الفتره اللي فاتت كان في كذا حاجه لجروس ان هو يكون موجود حتى في حاجات بره مصر، وهو حاليا في الفتره الحاليه الراجل مش هيبقى موجود لاسباب شخصيه يعني، فما اعتقدش ان هو هيبقى اختيار من الاختيارات، لان هو حاليا في الفتره الحاليه ما اعتقدش الاسباب الشخصيه ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. مش هيلعب خلاص اللعبه، مش نازل الملعب تاني، عايز تقول في الفتره الحاليه يعني مش هينزل الملعب تاني. طيب هل طلب منك تجهيز سير ذاتيه لمدربين اخرين؟ انا عارف علاقتك برضو بالناس في نادي الزمالك كويسه يعني طبعا لسه ما تكلمناش اي حاجه يعني، طبعا الاهم بالنسبه لي حاسك متضايق اكتر من اوسوريو نفسه.
لا 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 خالص. لا خالص، لكن الفكره كلها الموضوع ليه تركيبات كتير، ويعني الواحد عايز الموضوع يخرج باحسن شكل للطرفين طبعا. يعني في اي حاجه عايز تقولها قبل ما اقفل معاك؟ اي حاجه؟ السلام عليكم، أنا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع نادي. ضيفنا النهاردة الكابتن إبراهيم الفيقي، دايما بيجيب لنا من الآخر ودايما بيحط لنا النقط على الحروف، وجاب لنا وكيل أسوري وبيقول له عايز بقى إيه نخش جوه الموضوع. النادي الزمالك فعلا أقل أسوري؟ فعلا أقل أسوري. بلغ أسوري وبلغ وكيل أعمال أسوري؟ فعلا بلغ وكيل أعمال أسوري بأن هو انتهت علاقته بنادي الزمالك. إبراهيم فايق بيخش جوه التفاصيل على طول وبيقول لنا ان الاجواء ايه، الراجل زعلان، الراجل متضايق، الراجل كان مستاء. طب الشرط الجزائي قد ايه؟ الناس قالت 6 اشهر وناس قالت 3، طلع شهرين. بقى له قد ايه ما قبضش؟ بقى له 3 اشهر ما قبضش. ابراهيم فايق وضح لنا الصوره، العلاقه بين الزمالك وخوان كارلوس اوساريو 5 اشهر مرتب شهري، 2 شرط جزائي و3 ما خدهمش. يبقى احنا بنتكلم في 5 اشهر. تعالى يا باشا نقعد على الترابيزه ونتكلم، انت غير موفق في الفتره. بس الكابتن محمد الحبشي قال الفتره كانت صعبه جدا، واحنا كنا عارفين، واخوان كارلوس اوساريو كان عارفين، وكل المحيط بنادي الزمالك كان عارف اللي عمله اخوان كارلوس اوساريو مع نادي الزمالك. ما يدلش ان هو داخل على تحدي، ما يدلش ان هو داخل على اختبار، ما يدلش ان هو داخل على فتره صعبه جدا، لان هو ما كانش فيه ترتيب، ما كانش مدرك بالامور كلها. الامور بالنسبه له كانت ممكن تكون بيزنس، ممكن تكون تجربه عربيه، ممكن تكون مش موفق، مش ماشيه معاه. هو ده حال خوان كارلوس اوساريو، رحيله كان لابد منها. هو غير مش لايق على نادي الزمالك، ونادي الزمالك مش لايق عليه، خصوصا في الفتره العصيبه التي يمر بها البيت الابيض من ظروف قيد ماديه، مدرب على قد الايد. حبيبي خواجه،